على قدم وساق يسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف ما يزيد عن 2000 قتيل. ويعمل مسعفون ومتطوعون وأفراد من القوات المسلحة من أجل العثور على ناجين وانتشال جثث من تحت الأنقاض، خصوصا في قرى إقليم الحوز مركز الزلزال جنوب مدينة مراكش السياحية في وسط المملكة. وفي قرية تيخت الصغيرة القريبة من بلدة أداسيل بقيت مئذنة وبعض المنازل من الحجارة صامدة وسط دمار شبه تام لحق بكل ما حولها. وفي مواجهة حجم الدمار تشهد مدينة مراكش تضامنا شعبيا واسعا مع المتضررين والجرحى، خاصة لجهة التبرع بالدم، حيث أقبل العديد من سكان المدينة إلى المستشفيات للمساعدة، بينما قام آخرون بجمع مساعدات غذائية. وأعلن المغرب استجابته لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ لمواجهة تداعيات الزلزال. وإضافة إلى الخسائر البشرية والدمار، أثار الزلزال مخاوف على مصير مواقع تاريخية خصوصا في مراكش، حيث تعرضت المدينة القديمة ومواقعها المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى أضرار تسبب فيها الزلزال. المغرب غير معتاد على حدوث مثل هذه الزلازل المدمرة، إلا أن هذا الزلزال يعتبر الأعنف على الإطلاق نظرا إلى بؤرته الواقعة في قلب جبال الأطلس الكبير، فضلا عن اتساع الرقعة الجغرافية المنكوبة. أهلا بحضراتكم من جديد. ماذا جرى في زلزال المغرب؟ هل كانت هذه المنطقة في المغرب تحديدا معلوم أنها عرضة لهذا النشاط الزلزالي وبهذه القوة؟ السؤال أيضا للمتخصصين في هذا الإطار، هل كان يمكن التنبؤ مسبقا ولو على سبيل الاحتمالات أنه ربما تحدث هزة أرضية بهذه القوة وبهذه التأثيرات المدمرة؟ أسأل عن هذا ضيفنا الكريم في استوديو من القاهرة لهذه الليلة، الدكتور عمرو الشرقاوي المتخصص في دراسات زلازل البحر المتوسط والأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عمرو. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لوجودك معنا. نبدأ سريعا ب يعني كما تابعنا المعلومات العلمية، مثلا في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل عدة أشهر كنا نتحدث عن أن الصفيحة التكتونية التي تحمل هذه المنطقة من العالم معروفة بتحركات، وهذا أمر يبدو النشاط الزلزالي هناك كان أمرا طبيعيا لكن ربما ليس بهذه القوة. ماذا عن المغرب؟ ماذا عن تاريخ المغرب في الزلازل؟ بداية أنا هستغل الفرصة أن أنا أتوجه بخالص التعازي من مصرنا الحبيبة إلى الإخوة في المغرب في قتل هذا الزلزال، وأيضا نسأل الله أن يتم إيواء المشردين وشفاء الجرحى في أقرب وقت. بالنسبة للزلزال اللي حصل في المغرب، يمكن هناك المنطقة لها طبيعة خاصة مقارنة بما تم في تركيا في شهر فبراير الماضي. يعني قارة أفريقيا بالكامل بتتكون من مجموعة من الأماكن التي تختلف في طبيعتها الزلزالية من مكان لمكان، وده اللي بينطبق على الكرة الأرضية بشكل عام. يمكن من ناحية الشرق بنلاحظ أن اللوح الأفريقي بيتحرك ناحية الشمال بسرعة أكبر من ناحية الغرب، فعلى سبيل المثال لما يحصل التصادم على طول البحر المتوسط في انغماس للقارة الأفريقية تحت اللوح الهليني أو القارة الأورو أسيوية، وده بيعمل عندي زلازل في منطقة شرق البحر المتوسط. نعم. في ناحية غرب المتوسط بتتحرك اللوح الأفريقي ناحية اللوح الأورو أسيوي بما يقرب من حوالي 2 مليمتر ل 3 مليمتر في السنة، ويمكن ابتدى الموضوع ده من ما يقرب من حوالي 50-60 مليون سنة فاتت. ونتيجة لهذا الانغماس تكونت جبال الأطلس التي تمتد من
من شمال غرب المملكة المغربية وامتدادا بالجزائر وتونس إلى أن تصل لجبال ما يسمى الكابلايتس في شمال الجزائر وتونس. طبعا نتيجة لهذه الحركات حصلت زلازل كبيرة جدا، ويمكن كان شفنا في 1960 زلزال أغادير اللي كان قوته كبيرة، وده عمل أثار مدمرة كبيرة جدا، ما يقرب من 12,000 شخص تم وفاتهم في هذا الحدث. ويمكن كمان طبيعة الحركة التكتونية هناك كونت عندي ما يسمى بفالق أو صدى عظيم جدا بيقطع جنوب جبال الأطلس، وده يمكن اللي حصل عليه زلزال المرة دي، ولكن قوة هذا الزلزال لم تكن متوقعة بالشكل الكافي. وعشان يمكن كمان طبيعة المنطقة ما فيش زلازل عميقة فيها بتحصل، الأكثر زلازل عمقا ما يصل إلى 30-40 كيلومتر وقوتها ما بتزيدش عن حوالي 4، ولكن من وقت للتاني بيضرب المنطقة زلازل ذات قوة كبيرة جدا. إذن هناك تاريخ للنشاط الزلزالي في هذه المنطقة. طبعا. البعض يقول إن الدول ذات الطبيعة الجبلية والمغرب في ذلك بامتياز بسبب وجود سلسلة جبال الأطلس الكبير، لكن البعض يتحدث عن أن هذه الجبال تقوم بدور ما لتثبيت سطح الأرض وتقليل من أثار الهزات. علميا هذا الكلام صحيح أم لا؟ علميا لازم يبقى نفهم إزاي تكونت الجبال أساسا. الجبال تكونت نتيجة تحرك القارات بالنسبة لبعضها البعض. عندنا القارة في منها طبقات العليا بتسمى صخور القشرة الأرضية، اللي تحت منها صخور الوشاح. صخور الوشاح بتنقسم إلى جزئين، في منها الصلب وفي منها الجزء اللدن. هذه الصخور لما بتحرك ناحية بعضها البعض بيحصل تصادم كبير، التصادم ده بيسبب تكون سلاسل الجبال. الجزء ذو الكثافة العالية من الوشاح أو الصلب بيحصل له انغماس. الانغماس ده لما بيحصل عندي نتيجة حركة التيارات الحمل الموجودة في الأعماق الكبيرة، ممكن الجزء المنغمس ده يحصل له كسر، بنسميه جيولوجيا بريك أوف. ده طبعا نتيجة الكسر بيحصل عشان أحافظ على التوازن أو الرواسي اللي موجودة عندي، سواء الجبال دي أو طول امتدادها. اللي بيحصل انه بيحصل عملية أبليفت، الجبال بترتفع بترتد الأعلى، وده يمكن اللي بنلاحظه على طول جبال أطلس نتيجة ارتفاع هذه الـ طيب يعني دكتور عمرو اسمح لنا نستكمل هذه النقطة ونستفهم أكثر من حضرتك عنها، ولكن بعد متابعة موجز لأهم وآخر الأنباء. زميلي عمرو عبد المجيد في الانتظار الآن ومتابعة. شكرا لك عمرو على هذه المتابعة الخبرية، وأعود إلى ضيفي الكريم في الاستوديو دكتور عمرو الشرقاوي المتخصص في دراسات زلازل البحر المتوسط وأستاذ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. دكتور عمرو، كنا نتحدث عن طبيعة تكون الجبال في منطقة المغرب العربي بشكل عام، وتحدثت حضرتك عن أنه تكون الجبال بشكل طبيعي هو جزء من نشاط القشرة الأرضية أو نشاط الصخور في باطن الأرض، و بدل من الانغماس تظهر الجبال على السطح. بالزبط. انا يعني هو الفهم صحيح؟ ظهور الجبال هو احد يعني تداعيات الانغماس. يعني مجرد ما بيحصل انغماس عندي في اماكن بيتكون فيها الجبال، في اماكن تانية ممكن يظهر عندي فيها براكين نتيجه الشد. القشره الارضيه بتنكسر فتبدا الحمم اللي طالعه من باطن الارض تطلع على السطح وتكون عندي البراكين. نعم. طبعا ده شوية بعيد عن الأماكن اللي احنا فيها، ويمكن الأكثر أماكن بتحصل فيها الزلازل دي الأماكن اللي هي بتفصل ما بين القارات وبعضها. في قارات كل ما تقاربت مع بعض ده بيكون عندي ما يسمى بحزام الزلزال. الحزام الزلزالي ده تأثيره بيكون أكبر ما يكون على المنطقة اللي هو محيط بها أو المجاور لها، ولكن حسب طبيعة الموجة اللي بتتسجل، حسب قوة الطاقة المختزنة ما بين الحركات هذه الصخور، نتيجة أن الصخور نفسها غير متجانسة على طول الكرة الأرضية، فده بيكون عندي طرق مختلفة إزاي الطاقة بتهم تخزينها على صخور القشرة الأرضية، وأنها لما توصل لمرحلة من عدم الثبات لازم يحصل الكسر عشان الأرض تبدأ ترجع تاني لحالة طبيعية ويكون في نفاذ لهذه القوة. إذا نستطيع القول أن ما تسبب في زلزال المغرب هو حركة طبيعية للصخور في بطن الأرض، ظاهرة طبيعية. بالطبع. طيب هل كان يمكن علميا التنبؤ ولو بجزء من الواقع المرير الذي نعيشه الآن، وليكن الجزء الخاص بأنه ربما نشهد زلزال في هذه المنطقة قريبا؟ كتنبؤ مستحيل. نعم. بأي شكل من الأشكال، ولكن هو توقع نتيجة أنا عندي تاريخ زلزالي لهذه المنطقة.
بيقول ان انا في زلازل متكرره ويمكن مش متوقع كمان انه يحصل زلزال بهذا القوه، ودي نقطه ما زالت لسه اوبن او إذن تحت ما يبقى هو توقع دائم ان يكون دائما منطقه نشطه أن يمكن ان يحصل منطقه نشطه زلزاليا، وبالتالي هيحصل فيها زلازل بشكل يومي. بشكل يومي بنسجل كميه زلازل غير عاديه في هذا المكان، ولكن ما حدش بيحس بيها لان قوتها صغيره جدا. يعني يمكن تقسيم الزلازل نفسها من ناحيه القوه بيبقى كذا كاتيجوري او كذا مجموعه بناء على قوتها، اللي اقل من 4 على مقياس ريختر، وده المقياس الرياضي ان احنا بنحدد بيه قوه الزلزال في مصدره، بيكون غير محسوس غير مدمر ما يكونش له اي اثار، فبالتالي ما حدش بيحس بيه الا الناس المتخصصين او اللي هم في مرحله الملاحظه اليوميه. الزلازل اكبر من 4 لحد 5 بيكون ممكن تاثر على المباني بشكل بسيط جدا، إنه هو يحصل شروخ في الإزاز مثلا أو أي شيء. نعم. كل ما زادت قوة الزلزال كل ما كان التأثير المدمر بتاعه كبير جدا. الدرجة المسجلة لزلزال المغرب 7 درجات. 7 درجات، وهذه درجة كبيرة جدا، كبيرة جدا. يمكن إحنا التفسير بتاعها لو هنقيسها على سبيل المثال بالقوة التي تخرج من القنبلة الذرية، بتستخدم مادة التي إن تي على سبيل المثال، 1 ريختر بيساوي ما يقرب من 20 مليون طن من القوة المادة تي ان تي، وده بيزيد طبعا 20-40 بتكون في مقابل يعني تقريبا 7 درجات، 140 مليون طن ما يعني في هذا القدر، فرقم كبير جدا. وطبعا تأثير المدمر للزلزال ينتج نتيجة هل المكان ده مأهول بالسكان أو لا؟ وناخد المثال اللي كان عندنا في مصر في سنة 92 مقارنة بزلزال 97 أو 95 معذرة اللي كان في خليج العقبة. خليج العقبة لم يكن مأهول بالسكان، الزلزال كان كبير جدا مقارنة بالزلزال اللي حصل في 92، ولكن الدمار اللي شفناه في 92 كان كبير جدا نتيجة المنطقة مأهولة بالسكان، المباني لم تكن مجهزة، وده اللي حصل واللي شفناه في حاليا في المغرب نتيجة إنه المباني يمكن الصور بتعرض بتتكلم عن نفسها بتورينا انه لم يكن في الحسبان ابدا المباني تم بنائها بشكل عشوائي. طيب قرب مركز زلزال المغرب من سطح الارض، هذه ايضا نقطه قال متخصصون انها تؤثر على حجم الدمار الذي ينتج عن الزلزال، ماذا عن زلزال المغرب في هذه النقطه؟ زلزال المغرب العمق بتاعه حوالي 18 كيلومتر، طبعا بيعتمد تحديد دي تعد مسافه قريبه من سطح طبعا الارض. طبعا يعني يمكن تقسيم الزلازل نفسها لمجموعات بناء على العمق يعتمد على العمق نفسه اللي حصل في الزلزال قد ايه. فالزلازل السطحيه هي كل ما هو العمق بتاعه اقل من 70 كيلومتر. في منطقه المغرب العربي بالكامل ما فيش زلازل اعمق من كده بتحصل، اللي بيسموها متوسطه العمق او العميقه اللي اكثر من 300 كيلومتر تحت سطح البحر. في المنطقه هنا ما بيحصلش لانه في جزء اللي المفروض يحصل فيه الزلازل حصل له كسر بعد الانغماس، فبقى كل الزلازل مركزة في صخور القشرة الأرضية اللي هي حوالي 40 أو 45 كيلومتر تحت سطح البحر، وده بيخلي أنه للأسف التأثيرات ممكن تكون ضخمة. كل ما كان الزلزال قريب من سطح الأرض كل ما كان في يعني أنا إزاي بيحصل عندي الزلزال في البداية؟ أن أنا عندي طاقة مختزنة بيتم التأثير على صخور القشرة الأرضية، فبتوصل لمرحلة أنه بينضغط عليها انها توصل لمرحله ما تقدرش ترجع لحالتها الطبيعيه تاني، فبيتم الكسر، بنسميها الفيلير بوينت. في هذه الحاله بتخرج الطاقه بشكل اشعاعي في جميع الاتجاهات، بيتم هذه الطاقه انتقالها من مكان الزلزال الى الاماكن الاخرى عن طريق الانتشار الموجيه. انتشار هذه الموجات طبعا بيختلف من موجه لموجه تانيه، كل موجه لها طبيعه مختلفه في الحركه. طريقه استجابه الصخور نفسها اللي مكونه لصخور القشره الارضيه بتختلف حسب طبيعه الموجه. في احد هذه الموجات بيسمى الموجات السطحيه، ودي بيكون قيمه الارتفاع بتاعها عالي جدا، ولانها بتقدر تلف الكره الارضيه بمجموعه من المرات فتدميرها بيكون عالي، بتيجي في وقت من الاوقات انها تحرك المبنى بشكل عشوائي عرضي، فما لو ما كانش مجهز بشكل يقدر يتحمل هذه الحركات فبتدمره تدمير كامل. نعم. وده يمكن اللي شفناه في المغرب، يعني يعني كل الصور والفيديوهات اللي تابعناها الفتره الماضيه وحتى الان يعني بصراحه بتدل على انه لم يكن في الحسبان باي شكل من الاشكال حدوث او اتخاذ ازاي نجابه مثل هذه الكوارث الطبيعيه او حتى ثقافه الإنسان في كيفية التعامل معها.
إذا أخذنا في المقارنة الدول ذات النشاط الزلزالي الكبير والتي أيضا لها باع في العمل على تلافي أثار الزلازل المدمرة زي اليابان على سبيل المثال، علميا المباني التي تقام وفق الأكواد الزلزالية أو أكواد مقاومة الزلازل وبشكل علمي، أي مبنى مقام إنشائيا بشكل سليم وعلمي يستطيع تحمل زلزال حتى قوة كام ريختر؟ ده بيعتمد على التصميم بتاع المبنى نفسه. يمكن التصميم باخد في حسباني المبنى ده يقدر يصمد قدام قوة زلزال قد إيه. ده بيتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية اللي بتنشئ المبنى. دورنا كجيوفيزيائيين أو كجيولوجيين إن إحنا ندرس طبيعة المكان، نطلع ما يسمى بخرائط الشدة الزلزالية، نحدد الأماكن الخطرة من الناحية الزلزالية، وكل مكان يكون ليه طبيعة جيولوجية مختلفة بيتم دراستها، دراسة الصخور، دراسة طريقة انتشار الموجات في هذه الصخور وإزاي ممكن تأثر على مباني قائمة. طبعا المبنى نفسه اتساعه ارتفاعه كل ده بيتم اتخاذه في الحسبان. المواد الأساسية المكونة للمبنى نفسه، الماتيريال اللي بيتم استخدامها في البناء، كل ده لازم بيدخل في عمليات حسابية ليست معقدة وممكنة جدا. ويمكن احنا كمان في مصر هنا بنطور الكود بناء الزلزالي بشكل مستمر، لكن ما نقدرش نقول انه علميا انه في مباني حاليا في العالم مثلا تستطيع تحمل زلزال حتى 6 ريختر لمده 40 ثانيه، ما فيش هذه المعادله او موجود بالفعل. اليابان على سبيل المثال، في تركيا نفسها في كل ما هو تم بناؤه بعد 2014 مقاوم للزلازل، لكن كانت هذه مشكله في الزلزال الاخير لانه السلطات في تركيا حتى ألقت القبض على مقاولين بناء وهرب جزء كبير منهم خارج تركيا فورا بعد الزلزال، لأنه كانت هناك مشروعات سكنية مفترض أنها مقامة وفق الأكواد الزلزالية بالزبط. وللأسف انهارت تماما، لأنه لم يتم أخذ هذه الأكواد في الحسبان. نعود لنفس هذه النقطة، دولة بحجم المغرب مثلا، هل قد يكون علميا البناء وفق أكواد مقاومة الزلازل في مراكش مختلف عن الرباط، مختلف عن الدار البيضاء، يعني طبيعي تختلف من مدينة لمدينة داخل نفس الدولة بالطبع. أم أنه مجموعة دول قد تشترك في نفس الخصائص؟ المسألة بهذه الدقة الجغرافية بأكثر كمان من هذا. يعني يمكن لما بنبص للخرائط الشدة الزلزالية بتوضح لي التغير الجانبي في قوة أو في شدة الزلازل اللي ممكن تضرب المنطقة. بناء عليه أنا لما أصمم المكان يكون مناسب أو أصمم المبنى يكون مناسب للمكان اللي بيحصل أو حسب نشاطه الزلزالي، ده كمان هيوفر معايا في عملية في التكاليف، لأنه كل ما كان المكان خطر زلزالية قدامي حلين، يا إما هسيب المكان وأحاول أشوف مكان غيره يكون نشاطه الزلزالي قليل، أو إن أنا أصمم مبنى يقدر يتحمل لي هذه القوة. وكل ما زادت القوة المتوقعة أنها تحصل في هذه الأماكن كل ما زادت التكاليف بتاعت المباني. دكتور عمرو، من الملاحظات اللي البعض حاول يعني يجري مقارنات سريعة كمشاهدين حتى ومتابعين للحدث، في زلزال سوريا وتركيا كانت هناك توابع كثيرة محسوسة وبقوة، حتى أنه بعض التوابع كان يعني المواطنون يهرعون إلى الشوارع يشعرون بنفس يعني بخوف الحدث الأساسي بالزبط. هو الزلزال الرئيسي في المغرب. ماذا عن التوابع وشدتها ووتيرتها أيضا؟ التوابع متوقعة ولكن بقوة دائما أقل من الزلزال الرئيسي في أي منطقة، ولكن يمكن يعني زي ما شفنا في تركيا حصل زلازل كانت كبيرة نتيجة طبيعة المنطقة هناك نشطة جدا جدا، ودي طاقة مختزنة يمكن بقالها مئات السنين. آخر زلزال كان كبير حصل في المغرب كان في سنة 2004 في مدينة الحسيمة، وده برضو خلف الكثير من الخسائر، ونتيجة الحركات اللي موجودة هناك كل ما هو متوقع أنه يكون في زلازل ارتدادية بعد، لكن قوتها مش هتبقى كبيرة زي ما حصل، لأنه المنطقة إلى حد ما احنا بنسميها ستريت فورورد واضحة بالنسبة لنا، تم دراستها بشكل وافي الفترة الماضية، ولكن يمكن هنحتاج الفترة اللي جاية نفهم ليه حصل زلزال بهذه القوة في منطقة الزلازل فيها بتتكرر بشكل مستمر، ما فيهاش ضغوطات مقارنة بالأماكن التانية، ويمكن ده السبب اللي هيخلي في فوالق كتيرة تنشط. يعني علميا أفهم من كلام حضرتك أنه ربما بشكل علمي لم تكن هذه المنطقة مرشحة للزلزال بهذا الحجم
بالضبط، وليس يعني زلزال طبيعي. هو يمكن ده الشيء المفاجئ لنا كجيوفيزيائيين، انه لم يكن متوقع لهذه المنطقة زلزال بهذا الحجم، نتيجة انه يوميا بيحصل زلازل، وانه الطاقة المفروض انها مختزنة دي بتطلع بيتم تسريبها عن طريق الزلازل صغيرة الحجم. ولكن طبعا بعد هذا الزلزال عن مدينة مراكش حوالي 70 كيلومتر يمكن مش كتير جدا، ولكن الواضح انه في جزء جديد من الفالق تم تنشيطه وكانت طاقة مختزنة عليه لم يتم اخذه في الحسبان في الدراسات. وده مش معناه انه ده اهمال او قصور، ولكن طبيعة المنطقة هناك بيظهر فيها باستمرار فوالق نشطة، وده ممكن تسبب زلازل كتيرة. طالما انه لا يمكن التنبؤ بحدوث زلازل، لكن نعلم ان هذه المنطقة من العالم او هذه المنطقة نشطة زلزاليا بشكل مستمر وبشكل دوري، ودائما نحن في حالة ترقب او تتبع لنشاطها الزلزالي. التاريخ والبعض ايضا بيحاول يعني يجد تفسيرات او معادلات رياضية انه ربما كل 150 سنة، كل يعني ارقام كثيرة في هذا الاطار. هذه الفرضيات ايضا تبقى كلها فرضيات ورؤى غير علمية، انه ربما هذه المنطقة تشهد زلزال كبير كل عدد معين من الاعوام، مثلا من زلزال اغادير الى هذا الزلزال. دي احد النقاط اللي بتتاخد في الحسبان، انه الطاقة اللي بتختزن بتحتاج وقت قد ايه عشان يتم تفريغها. يمكن ده كمان عوامل كتيرة بتأثر فيه. طبيعة الصخور لما يكون الصخر لسه بطبيعته لم يتم تهشيمه، فعنده القدرة من تحمل اختزان الطاقة لفترة اطول من مما يكون صخر تم تهشيمه او حصل في زلازل كتيرة او في كسور. فعشان كده الفترات الزمنية لا يمكن تحديدها بشكل يكون في انترفلز او فترات متساوية، وده يمكن بيصعب المهمة جدا انه نتوقع انه يحصل زلزال، لانه كل ما كان الصخر تم تهشيمه فهو الطاقة بتتحول لمنطقة اخرى لم يتم تهشيمها. حضرتك اللي بتكلم عنه الصخر الذي تتحدث عنه هو ليس صخر يعني مرئي للأعين عادي، ده صخر في عمق باطن الأرض على أعماق صخور القشرة الأرضية، القشرة الأرضية الطبقة بالكامل اللي احنا بنعيش عليها. عمق كم متر من سطح الأرض؟ بيختلف سمكها من مكان لمكان، ولكن في منطقة المملكة المغربية بتصل، ونتيجة تكون الجبال برضو، بتصل إلى 45 كيلومتر، أو بيختلف من 45 ل 30 تحت تباين تحت سطح الأرض كيلومتر. فدي بيحصل فيها بشكل كبير زلازل، ويمكن الفالق الأكبر أو اللي مسؤول عن هذا الزلزال هو اللي بيمتد جنوب جبال الأطلس من شمال غرب المملكة المغربية امتدادا ناحية الشمال الشرقي للجزء الأكثر انخفاضا من جبال الأطلس الموجود في الجزائر. أخيرا يعني دكتور عم، البعض في يعني مباشرة ونحن لم نستفق حتى ما زلنا من أزمة زلزال المغرب، وجدنا هذه السيول ثم الفيضان في ليبيا، المسافة جغرافيا بين الدولتين بسيطة، ويعني هل هناك أي ربط بأي حال من الأحوال؟ هذا علميا حتى، لأنه البعض بيحاول أن يجد هذه الروابط، هل هناك أي رابط علمي بين الحدثين؟ بإطلاقا ما فيش أي رابط علمي بين الاثنين. يمكن اللي حصل في ليبيا ده إعصار دانيال، ده بقاله أكتر من أسبوع موجود في البحر المتوسط في تركيا واليونان وضربها، وكان في مجموعة من الوفيات تم تسجيلهم. هو اتحرك مؤخرا لما جه في ناحية الغرب في ليبيا وسبب دمار كبير جدا، ويمكن من حسن حظنا كمان في مصر انه الزلزال الاعصار ده قبل ما يدخل مصر هيفقد 80% من قوته. ولكن يعني يمكن من خلال حضراتكم بدعو بس انه يكون في نوع من التوجه، ان احنا يكون عندنا ثقافة ازاي نجابه هذه الاخطار مستقبلا، يكون على المستوى الشخصي وعلى مستوى الكيانات في الدولة وعلى مستوى جميع القوى المدنية الموجودة. لما بيكون هذه الجهود هي طبعا موجودة، ولكن محتاج ان يتم تفعيلها، محتاج ان احنا نفكر بشكل كبير ازاي يكون حتى من اصغر طالب في المدرسة لاكبر شخص عنده من الثقافة ثقافة التعامل في حالة الكوارث الطبيعية، ان هو ازاي يقدر ينجو بنفسه بأقل الأضرار في هذه الحالات بالتعاون مع الآخرين. يمكن طبعا نتيجة هذه الموجات والعواصف الرملية حصل الفيضانات اللي احنا شفناها اللي أدت لوفاة العديد من
المواطنين الليبيين خالص العزاء طبعا لهم ولذويهم، وإن شاء الله يعني نأمل أنه العاصفة تنتهي في أقرب وقت ويعود الأمر كما كان إن شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم دكتور عمرو الشرقاوي المتخصص في دراسات زلازل البحر المتوسط وأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات دكتور عمرو. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام إلى موضوعنا الثاني في حلقة ليلة من القاهرة، ونتحدث فيه عن 11 سبتمبر وكيف غيرت هذه الحادثة أو هذه العملية الإرهابية وهذا اليوم الدامي في تاريخ الولايات المتحدة، كيف غير اتجاهات أمريكا لهذه المنطقة من العالم.